وافقت سلسلة متاجر التجزئة البريطانية تيسكو على دفع غرامة 162 مليون دولار لتجنب الملاحقة الضريبية بسبب المبالغة في تقدير لأرباحها لعام 2014. تيسكو اتفقت أيضا مع هيئة السلوك المالية على دفع تعويضات للمستثمرين بقيمة 85 مليون جنيه استرليني. هذا وكانت تيسكو قد أعلنت في أيلول سبتمبر من عام 2014 أنها بالغت في تقييم الأرباح بمقدار 263 مليون جنيه استرليني.